مرحبا حبايبي الحلوين، هاليوم انتو بمطبخي ومجاك وياي نسوي اكله مال الصوم، افطار مع البرغل. طبعا قطعت الفطار وسلكته، وبعدين وراها ثرمت بصل كميه وحبسته وياه بالزيت. بعدين خليت له طماطة تازة وشوية معجون، بعدين كله حبست حمص زين وانطيته شوية مي، فشوية استوى أكثر. قمت أخذت نصه خليته بهاي الجدرية دا أطبق عليه البرغل، فخليته ويا مي الفطار هنا بهالجدرية، وجبت البرغل غسلته وذبيته بالجدرية وخليته على إلى أن نشف مية، ونزلت الحرارة على النص حتى يتهدر، وتهدر ورا فد 10 دقائق طفيته. وتاكلوه بالعافية أكلة الصوم. شكرا حبيبتي ماما نجلة، عاشت إيدك وأطيب أطيب أطيب أكلة. بالعافية، والله يطول بعمرك يا ربي، والله يخليك. طبعا لنا شوية ملح حمينا طب بالمرقة حتى ينطي طعم. شكرا حبيبتي ماما.